السلام عليكم مشاهدي فل وياسمين للنصائح، يوم جديد واليوم خبر جديد. اليوم وبالضبط يوم الثلاثاء تم اعتقال مول الكاسكيطة. من منا لا يعرف مول الكاسكيطة اللي هو محمد السكاكي والشهير بمول الكاسكيطة، واللي كلنا كنعرفوه تبارك الله تقريبا هذه يعني دير ضجة في المواقع التواصل الاجتماعي بالمواضيع ديالو المثيرة للجدل. محمد السكاكي والمعروف مول كاسكيطة، واللي كتعرفوا ان تقريبا عنده قناته الشهيرة مول كاسكيطة اللي عنده اكثر من 1.5 مليون من المشاهدين. تم ايقافه مؤخرا وبالضبط يوم الثلاثاء من طرف السلطات بمدينة سطات، وذلك نظرا لانه قام بعرض فيديو يعني مثير للجدل كيسب فيه الشعب المغربي، وأيضا يعني تخطى الحدود ديالو، تجاوزها أنه حشى حتى الملك محمد السادس ملك المغرب على رأسنا. مول كاسكيطة يعني نتوما اللي كتعرفوه كاملين والمغاربة كلهم كيعرفوه، اللي حتى أنا كنت من المتتبعين ديالو، لأنه كيكون كيعطي مواضيع زوينة وكيتكلم في مواضيع اللي كانت يعني خصوصا المواضيع اللي كتثير الجدل. اليوم جبت لكم الخبر ديالو كما كتشوفوها. هو اليوم الثلاثاء تم متابعة محمد سكاكي المعروف مول كاسكيطة في حالة اعتقال، بعدما وجهت إليه رسميا تهم السب العلني للأفراد وللإخلال العلني بالحياء وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات. وقال أيضا زين العابدين الخليفي وكيل ملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات أن هاد مول كاسكيطة بالإضافة لهذا راه عنده ممولين أعداء الوطن يعني خارج البلاد، كيرسلوا لي مبالغ مالية كتقدر توصل حتى ل30,000 درهم. هادو علاش كيرسلوا لي هاد المبالغ المالية؟ هنا هذا هو الموضوع اللي انا بغيت نطرق ليه واللي بغيت نهضر فيه. هي مول كاسكيطة ايه هو فعلا هاد الموضوع؟ يعني انا هاد الفيديو اللي حط مول كاسكيطة اكيد غنحط لكم مقتطفات منه باش تسمعوه على عينيكم، ولكن انا بغيت نهضر على هاد النقطة، على اعداء الوطن، اعداء الوطن اللي غايرين منا. كيف ما كتشوفوا نتوما، يعني انا نخرج من هذا الموضوع ديال مول كاسكيطة ونهضر على هذا الموضوع، لانني انا فعلا حابة نتكلم فيه. المغرب مغربنا وبلادنا زوينة ومالكنا زوين وكنحبوه وعلى راسنا، والحمد لله الحمد لله الا شفتوا في العالم العربي كله، يعني الحمد لله المغرب كيعتبر من الدولة الرقم 3 عالميا في السلم، في السلم وفي الامن وفي الامان. فاحنا عايشين حنا وليداتنا في امان وفي بخير وعلى خير، علاش اعداء الوطن كل ما يخرج لنا واحد في اليوتيوب يعير لنا الملك ديالنا ويعير الشعب المغربي ويدير لنا البلبله؟ اشنو بغيتينا نديرو انتفاضه؟ لا، ما عمرنا ما غنديرو انتفاضه، لاننا حنا الحمد لله عايشين في خير البلاد ومرتاحين حنا وليداتنا وعايشين في امان. مجرد انك كتنوض في الصباح وكدي وليداتك المدرسه وكتجي حتى شي واحد كيهضر معاك، هذيك راه نعمه، نعمه ونعمه كبيره ما كيحس بيها غير اللي فاقدها. انا قبل كنت اعتذر، انا كنت خدامه مع مصريين، يعني خدامين معانا في بلد المغرب، وكيدخلوا كيقولنا سعداتكم بملك البلاد، سعداتكم ببلادكم، بلادكم زوينه، المغرب مامن. حنا ما عندناش الامان، ما عندناش الامان في بلادنا، كنحطوا طوموبيلاتنا كتجي كنلقاوها تسرقات، كنخرجوا خايفين. فاحنا راه في نعمه يا شعب المغرب. فهاد مول كاسكيطة اللي جا وهضر يهضر ايه، ماشي الراي، الراي اي واحد للرأي ماشي مشكلة، ولكن الوقاحة هي اللي مشكلة. باش ينوض محمد هذا محمد سكاكي ويقول الشعب المغربي بأنه حمار؟ لا. ويقول لي الشعب مكلخ؟ لا. باش ينتقد لينا ملك البلاد ديالنا؟ لا، وألف لا. ولأي واحد غادي يجي يقول هذا الشيء على بلادنا؟ لا. وكنحارب أعداء الوطن، المغرب ديما غيبقى الفوق، وملكنا ديما. عاش المغرب، عاش الملك محمد السادس، عاشت الدولة المغربية. شوفوا معايا هذا الفيديو القصير، انا ما قدرتش نحط الفيديو كامل
لان فيه كلمات مهينه ومشينه، وما اصلا ما خصهاش تسمع على في الاذن، اي اذن يعني متلقي. فانا قصرت انني نقص من هذاك الفيديو اللي حطه محمد سكاكي او الشهير بمول كاسكيطه. شوفوا معايا وانتم تحكموا. للاسف كيف ما قلت لكم الكلمات المسيئه او الكلمات المشينه، فانا اقتطفتها يعني حاولت انني نزيلها، لانه اضطر حتى انه كيدير واحد الاشاره يعني حشومه اننا نديروا هذيك الاشاره للمتلقي اللي كيشاهد فيه واللي كيتابع اكثر من 1.5 مليون مشترك. شوفوا معايا وحكموا. شعبنا هو عيش مار، شعبنا هو عيش، شعب باقي كيشد الزبل كيحطو حدا الطارو، ما كيقدرش يخشيه في الطارو. تلاقيتو مع الشعب كيخلي الطروطوار وكيتم غادي في الشانطي. انت نبي منزل، انت رسول، ممنوع ننتقدوك، راه ميمكنش. الله يخلف على الثروات ديال الفوسفات والثروات ديال الزنك والثروات ديال الثروه السمكيه، وانت كالمواطن هاك المواطن. انت مغربي، ملي غادي تقول علينا حنا شعب حمار؟ انت منا، اذا حتى انت راه واحد منا، فعلاش القذف والسب المتلقي؟ علاش وانت مغربي بحالنا؟ اولا غروك اعداء الوطن، رسلوا لك المبالغ الطائله والمبالغ الماليه الكثيره باش حتى انك تجرأ وتدير بحال هذا الموضوع وتطاول على ملك المغرب وتطاول على الشعب المغربي. شعبنا احسن الشعوب. ايه كاينه فئه، كاينه حنا الانسان، كلنا يعني ماشي الانسان سواسيه، كاين الانسان القاري، كاين الانسان الواعي، كاين الانسان الموض، يعني كل واحد وعقليته كيفاش. فاي حاجه بالتعلم، كل واحد والبيئه الاجتماعيه اللي عاش فيها والخلفيه الثقافيه. انت عممتي، كنا رجعتيني هكا حشومه. لا عيب عليك، هذه راه بلادك، ملي غدير انت بحال هكا ويجي مغربي اخر حتى هو يدير بحال هكا، وفي مواصل التواقع يعني المواصل التواقع التواصل الاجتماعي حشومه، اش من سمعه غتخلوا لهذا المغرب؟ اش من سمعه؟ اش بغيتي الفتنه؟ بغيتوا الفتنه؟ بغيتوا المظاهرات؟ لا، احنا بغينا السلم، بغينا الامان. احنا امهات وربات بيوت وكنربوا اجيال، بغينا ولادنا حتى هما امو الكاسكيطه وغير مو الكاسكيطه اللي غادي تجي واللي غيرك غادي يرشوه منهم بزاف. حنا بغينا نعيشوا في امان، بغينا ندو ولادنا المدارس ونجيبوهم، بغينا وليداتنا من اللي حتى هما ان شاء الله، حنا ان شاء الله بعد عمر طويل راه غادي نمشيو، بغينا جيلنا ووليداتنا يعيشوا في امان، يبقى المغرب مزدهر. الامان راه احسن حاجه هي الامان. كنعرف اخوات سوريات، اخوات سوريات لا اله الا الله، فاش كيقول لك كيدخل عندنا يعني الجيش ما عارفين 80 اش، بلا ما نبقى ندخل في السياسه، لانني انا ما عندي حتى شي علاقه بالسياسه وما عندي حتى شي علاقه، انا بالعكس مراه عاديه ربت بيت كنقابل وليداتي، عندي مستوى ثقافي لا باس فيه يعني على حدي، ولكن ما كان الراي راي اه راي كان في الايجابيات اوكي، كان راي سلبي نقول بواحد الطريقه زوينه وما نعممش ما نعممش. السوريين كيموتوا، اخوات سوريات، اختي رهف، اختي رهف الله يعطيها الصحه ويشافيها من هذا المرض اللي كنقولها، كتكلم معايا تعرفت عليها كتقول لي احنا، قالت لي ماما 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 لحد الان مريضه لانها شافت قدامها الجيش كيذبح جيراننا دخلوه، صديقتي ياسمين ذبحوها امام عيوني، ماما ياسمين ذبحوها امام عيوني، ما عرفنا شو نعمل، شلنا حالنا ورحنا على لبنان وبعد كده رحنا على تركيا. ليش؟ ليش؟ لان ما وجدوا الامن في بلادهم، فخلونا عايشين، خلوا وليداتنا عايشين في الامان. امو الكاسكيطه وغير مو الكاسكيطه واي عدو ديال المغرب، حنا راضيين بعيشتنا ومفتخرين بها، واكلين شاربين ضاحكين، عندنا مالنا، ماشي بالشرط اننا غادي نكونوا بحال هادو اللي كنشوفوا في التلفزيون. كل واحد وربي، الارزاق كتفرق، كاين الغني كاين الفقير كاين المتوسط، المهم اهم حاجه هي السلم والامان. والحمد لله ومليكنا المغربي، مليكنا محمد السادس على راسنا، كنحتارموه وكنفتخروا به ودمت فخرا للامه المغربيه. واش غادي نقول لكم؟ انا ما بقى لي ما يتقال، الله يبعد علينا اعداء الوطن، الله يبعد علينا اعداء الوطن واللي باغين بهذا الوطن الحرب وباغين ليه الدمار، الله يعطيهم من هذا المنبر
ما غاديش نبدا نخسر انا نقول يعني كاين بزاف ما يتقال، ولكن من الاحسن فكفانا خدموا عقلكم يا ملك ملك اسكت. انت زعما واعي 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 يعني، حتى لو بغيتي تهضر راك انت فاهم داخل في مواقع التواصل، عارف اللي عليك واللي ماشي عليك. علاش تطاول؟ علاش تعيرنا احنا كمغاربه؟ انا مغربيه، انا ما تنهضرش في المواضيع السياسيه، ولكن باش نسمعك انت تجي تقول لي انا حمار؟ لا، كنرفضها كنرفضها ولغيرك ولامثالك من هذا المنبر، من هذا المنبر. مغربنا زوين، مغربنا زوين، خلونا الله يرحم الوالدين، خلونا لا انت ولا غيرك، خلونا عايشين في امان، خلونا. ياك انت عندك وليدات، شوف وليداتك مساكن دابا اللي كيغوتوا، بغينا بابانا بغانا بابانا. لاش عندك اسرتك، عندك مراتك، عندك وليداتك، عايش في امان، خلينا عايش. واش تبغي ولدك ينوض يخرج برا يمشي يجيب الخبز تلقى عسكري ضاربه بقرطاسه راسه؟ فين هو الامان؟ خلونا عايشين في الامان. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، احنا امهات وبغينا مغربنا زوين، وبغينا نبقاو عايشين في الامان وفي السلم، بغينا نبقاو عايشين في السلم. راه شوفوا مصر اش طاري فيها، شوفوا سوريا اش وقع فيها، شوفوا ليبيا احسن تهيك، شوفوا العراق كانت احسن البلدان كانوا الناس كيمشوا يشتغلوا فيها، اشنو جرى ليها؟ فينا هي العراق؟ فينا هو الشعب العراقي؟ فينا هي الثروه ديال ياك نهبوها؟ بقى دابا عندهم شي كلشي مشى خداه الاجانب، اش خداو؟ خداو المضاربه مع بعضياتهم والبدابزه مع بعضياتهم، وما لاقينش القوت ما ياكلو، لا تطبيب الا حتى شي حاجه. اشنو استافدوا هاد الدول اللي سبقونا في المظاهرات واللي سبقونا في الفهامات بحال كمول الكاسكيط؟ اش استافدوا؟ اش استافدوا؟ والو. استافدوا انهم جابوا انهم المساكن المسكين ما بقاش عايش في امان، ما بقاش لقى منزل فين يسكن فيه، دارك بنيتيها وعليتيها وخسرتي عليها فلوس وفي الاخر والو. اختي ايضا، صديقتي مزوجه سوري، مزوجه سوري عايشه في اوروبا، اخر فاش وقعت هاد المشكله ديال سوريا اشنو قالت لي؟ قالت لي الناس، قالت لي حنا حياتنا كلنا وحنا كنشتغلوا في اوروبا وكنجمعوا الفلوس وحطيناها في الابناك السوريه على اساس اننا ان شاء الله ملي غنوصلوا للستينات غادي نمشيو وغادي نشرو ارض في سوريا وغادي نديروا بروجي ديالنا ومشروع ديالتنا. قالت لي احنا دابا انا عندي، قالت لي 55 عام، زوجي عنده 60 عام، بغينا نمشو، ها احنا كلشي مشى لينا، يعني عمرهم كامل هما كيجمعوا في الفلوس وكيحطوها في الابناك السوريه. ملي ناضت المظاهره مشات ليهم الفلوس، مشى ليهم شقة عمرهم. قالت لي شنو نتعصبوا نتفقسوا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. الفتنه، راه الفتنه خيبه لوليداتنا، خيبه لبلادنا، خلوا بلادنا في السلم. وعاش محمد السادس، عاش محمد السادس، دمت فخرا للامه الاسلاميه، وعاش الشعب المغربي، الشعب المغربي والامهات المغربيه الحرارات اللي باغي الامن لهاد البلاد. وان شاء الله بفضل الله وجهد الله غادي يبقى المغرب ديما ديما طب، وديما عايش في الامان، وديما عايش. ايه كاع لاش انا هضرت في هاد النقطه غادي تقولي لي ما عرفش غادي تقولوا، ولكن راه الفقر فين ما مشيتو كاين، راه الفقر راه كاين في الدول الغنية، في الدول الأوروبية كاينين دول فقيرة، كاينين الناس كيعيشوا في مراتب عليا وكاينين الناس كيعيشوا في مراتب دنيا. هذه مسيرة الحياة، واش الإنسان، ليش الإنسان غادي يشوف أكثر منه؟ أنا عايشة في متوسطة، ماشي غنية ماشي فقيرة، الحمد لله. القناعة، القناعة كنز لا يفنى. كنتي عايش في قصر أو لا كنتي عايش في بيت، كل شيء على القناعة. قنعوا وعلموا القناعة لوليداتنا، ونعلموا الحب الوطن لوليداتنا، ونكرهوا أعداء الوطن. وأي واحد غادي يجي يقول لي على الوطن شي حاجة، لا وألف لا، خصوصا دابا بهاد التواصل الاجتماعي اللي سهلت أنك تكون عندك أصدقاء من مختلف العالم، كيف ما عندي أنا أصدقاء، صديقات سوريات، صديقات من تركيا، صديقات من جميع أنحاء العالم، ولكن على الطيبة، مجتمعين على الطيبة ومجتمعين على حب البلاد وخير البلاد وشي حاجة زوينة. لو لقينا ما نقدموش شي حاجة زوينة أوكي، ما لقيناش نرجعوا اللور، والله يسر للجميع. ختاما اش غادي نقول؟ الله يهدي الجميع، الله يهدينا على بعضياتنا، الله يهدينا على بعضياتنا، والله يخلي مغربنا زوين، والله يبعد علينا اعداء الوطن. اللي عجبو هذا الموضوع يبارطاجيه مع وليداتو، ونفيقو ونعيقو كاملين. وكيف ديما قولتي الشهيرة، ديما أفوني.